السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتكلم عن موضوع الخدم. كل بيت ما شاء الله عليكم عندكم خدم، طبعا في كل بيت موجود خدم. هل خدم بشر؟ هم إنسان صح ولا لا؟ مفروض كل بيت يحترمون هالخدم، اعتبروا مثل واحد من عيالكم. هذا جاي من بلد بعيد صح ولا لا؟ ما دام جاي من بلد بعيد مودرين عيالهم، مودرين امهم، مودرين ابوهم، يعني حلالهم، كل شيء مودرين. الاكل في البيت احترموهم، اعتبروا هذا مثل واحد من عيالكم. اذا الخدامه في المطبخ شغال شغل الطباخ مثلا، شغل في السمك، لا تقولون فلاني تعالي نظفي السياره، ما يصير يا بنت الحلال، ما يصير يا ريال، انت الابو وانت الام، نحن كلنا عندنا خدم، احترموا الخدم. انا ما اقول لكم الخدم عطوا كل شيء فيده، المفاتيح البيت بعدين يقولون سرقوا ذهبنا، سرقوا ما ادري شو، ضربوا عيالنا، حرقوا عيالنا. طبعا الخدم بعد انسان، لا تضغطون عليهم، راكبوا عيالكم الصغار، راكبوا الخدامه، لا تودرون يهال كله عن خدامه. انتوا الام ربوا عيالكم، زمان اول ما في خدم يا جماعه الخير. خليكم اسمعوا كلام اخوكم زيكو، انا اخوكم، انا واحد من عيال مثل عيالكم، اعتبروا لي انا صغيركم اللي تبون. اسمعوا بس كلامي، والله العظيم الخدم عاملوهم معامله زينه بس، ولا تفرون اغراضكم قدامي، لا تعطون مفتاح تجوري، باكر قلت بشكاره سرقت، بشكاره حرقت ولدي، لا تضغطون عليه الخدامات، خدامات لا تسكرون عليه الثلاجه، لا تاكلين تفاح، لا تاكلين ماشي، لا اللي يبون عطهم ما في مشكله، انتم ما شاء الله تسوون اكل في اليوم زياده وتعقونه في الزباله، خلي تاكل. والله العظيم عارف في بيوت الناس، والله والله العظيم ايون بيتنا الخدم يقول والله مسكرين ثلاجه علينا، ما تغدينا، لين هالدرجه وصل. والله والله العظيم قلت حق الحرمه كل يوم ترش لهم غدا حق هالبيت وخلهم ياكلون. الحمد لله رب العالمين ونحن عايشين في بلد خير، والله يطول عمر شيوخنا. هذه الصوره الهراويك، الله يطول عمرهم والله يحفظهم ان شاء الله يا ربي، الله يحفظكم انتم بعد وكل بيت وكل صغير واللي عايش على الارض